يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقسيم النصوص الشرعية إلى قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، قطعي الثبوت، ظني الدلالة، إلى غير ذلك، هذا كله هراء. كل ما كان ثابتا فهو قطعي الدلالة، كل ما كان ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو قطعي الدلالة، يفيد العلم ويفيد اليقين. أما ما لم يثبت فهذا لا احتجاج به. نعم.